هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكن التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-360-0101، الرقم الثاني 021-360-0102، والرقم الأخير 021-360-0103. يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب، أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نجدد الترحيب بكم شيخنا، ولازلنا شيخنا الكريم نواصل الحديث حول مسائل في الضمان في الجنايات، وهذه الأسئلة وصلتنا من بعض المتابعين. يقول السائل: ما حكم الضمان على من أخذ بكل الاحترازات والقوانين، لكن مثلا انحرفت منه السيارة لانفجار إطار أو ما شابه وأصاب غيره بضرر أو قتل، فما حكم ذلك؟ أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام عن هذا السؤال، لا بد لي من أن أندد وأستنكر بشدة العمل الإجرامي والتفجيرات التي حصلت أول أمس في مدينة اسطنبول بالدولة التركية الشقيقة، وذهب ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل القتلى ويرحمهم ويغفر لهم ويعوض أهلهم فيهم خيرا، وأن يشفي الجرحى. وأعزي الدولة التركية الشقيقة في هذا العمل الإجرامي، وأحمد الله تبارك وتعالى أن عجل بالكشف عنهم وعمن وراءهم، وذلك في ساعات قليلة جدا قياسية. علموا وألقي القبض عليهم، وعلم من وراءهم من بعض الدول المعادية للمسلمين، وهذا بسبب ما تتمتع به الأجهزة الأمنية في تركيا من عالي المهنية والاحتراف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليهم الأمن والاستقرار، وأن يجعل دولة تركيا نصرا للمسلمين وملاذا وعونا للمستضعفين من المسلمين. وأحيي سلطاتها
التي رفضت تعزية السفارة الأمريكية لعلمهم بأنهم متورطون في هذا العمل العدواني، وهذه هي طريقة أعداء المسلمين، يقتلون القتيل ثم يعزون فيه. نسأل الله أن يكفيهم، يكفي أهل تركيا شر هؤلاء الظالمين. فيما يتعلق بسؤالك عن ما يحصل أحيانا في الطرقات من القتل خطأ بالاصطدام أو السيارة تفقد توازنها ولا يسيطر عليها سائقها، تكلمنا نحن في المرة الماضية في تمهيد للتفريق بين القتل العمد والقتل الخطأ، والقتل أيضا هو ينقسم إلى قسمين، قتل مباشر وقتل بالتسبب، وكلاهما قد يترتب عليه القصاص وقد تترتب عليه الدية. تكلمنا في قتل العمد، وإذا توفرت فيه شروطه فيجب فيه القصاص، وإذا فقد بعض شروطه تحول إلى خطأ وتجب فيه الدية على العاقلة. أما القتل بالتسبب فمعناه تقريبا إذا أردنا أن نعرفه يمكن أن نقول هو الفعل الذي يقع على وجه على الفعل يقع على وجه العدوان وعلى وجه العداوة، الفعل الذي يقع على وجه العداوة ويتسبب في إتلاف نفس أو مال، فعل يقع على وجه العداوة ويتسبب في إتلاف نفس أو مال. فمعناه إذا لم يقع على وجه العداوة معناه ما فيش تبعية، ما فيش متابعة، ما فيش تبعة. وش معنى يقع على وجه العداوة؟ قالوا يقع على وجه العداوة بواحد من أمرين، إما بأن الفاعل متعد لا حق له في الفعل، الفعل اللي فعله هو صاحب مش متعمد للقتل، مش قاصد شخص ليقتله، لكن الفعل الذي فعله هو على وجه العداوة بمعنى أنه لا حق له فيه، أو له حق فيه ولكنه يعني عنده تفريط. فنعطي مثالا بحيث نعرف معنى التسبب. فمثلا من شهد شهادة زور يعني على شخص بأنه قتل، هذا شاهد زور إذا كان متعمد وقاصد قتل الشخص هذا يسمى قاتل عدوان، وإذا كان هو مش قاصد القتل فيسمى ما فعله وأدى إلى قتل أو قطع عضو يسمى تسبب في قتل يجب عليه فيه الدية على العاقلة. ومن حفر بئرا في الطريق وإلا في بيته في غير المكان المعد للحفر وسقط فيه شخص ومات، فإذا كان غير قاصد لقتل ذلك الشخص فإنه يكون من قتل الخطأ، لأن حفر البئر لم يكن في المكان الصحيح. هذا معنى التعدي، هذا معنى الفعل الذي يقع يكون على وجه التعدي، معنى أن الفاعل لا حق له في الفعل. لما يحفر الإنسان بئر في حفرة في طريق المسلمين
زي واحد يعني كثير ما يحصل له مال، يريد عنده مصلحة في يجري خيط كهرباء ولا ماء لبيته، يحفر حفرة في الطريق العام لا حق له فيها ولا يسدها ويردها كما كانت، بل يتركها فيقع فيها إنسان فيموت، هذا قاتل متسبب في قتل الخطأ، لأنه لا حق له أن يحفر هذه الحفرة في هذا المكان. مثلا من كان له حائط مائل وقالوا له هذا الحائط رأوه خطير لابد أن تصلحه، وإذا ما اصلحتش قد يقع على أحد، فلم يهتم ولم يلتفت، فهذا إذا سقط على أحد يكون قتلا خطأ، لأنه متعد بفعل فيه إهمال وتفريط. من أعطى سيارة لشخص غير مؤهل لقيادة السيارة، ابنه الصغير ولا كذا، وقتل أحدا في الطريق، فهو متسبب في قتل الخطأ، لأنه لا حق له في أن يعطي السيارة لمن لا يحسن قيادتها. وكذلك من هو عند رخصة وكبير وكذا، ولكن السرعة محددة في هذا المكان بعشرين ولا بخمسين ويمشي بالمية، هذا متعد لأنه لا حق له فيما فعله. بمقتضى القوانين الموضوعة لأمن الناس أنه لا حق له في أن يقود السيارة في هذا المكان بهذه السرعة، فهو يسمى متسبب في قتل الخطأ. وكذلك كل من يفعل فعل يمر من طريق ممنوع، ليس من حقه أن يمر بالسيارة هذا الطريق، مطلوب منا ألا يقود السيارة بالليل من غير إنارة كافية، ضوء قصير وضوء طويل في كل مكان ما يناسبه، وإذا قبله شخص كيف يتصرف إذا لم يفعل ذلك وليس له إنارة على الإطلاق وكذا، فهو متسبب إذا قتل أحدا متسبب في قتل الخطأ، لأنه متعد بفعل يعني لا حق له فيه. وقد ذكر الفقهاء تفصيلات في كتب الفقه يمكن تطبيقها على الحالات المعاصرة، ذكروا مثلا الفارسين إذا تقابل وتصادما، قالوا إذا كان الاصطدام عمدا ومات معا فلا قصاص على أحد منهما لفوات محل القصاص، وإذا كان التصادم خطأ يلعب ولا يتسابق ولا كذا ومات معا فعلى كل واحد منهما، على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. مثله مثلا السيارة، لو تصادمت سيارتان وقتل السائقان فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وعلى السائق سائق كل سيارة ضمان سيارة الآخر، لأن السائق يتكلم عن الضمان، والضمان يعني هو في الأموال، لكن في هناك أشياء أخرى وهي الدية، هذه لا تسمى ضمانا، الدية دية إما على العاقل وإما على الشخص نفسه. فقالوا أيضا في مسألة السفينتين، إذا تصادمت السفينتان وهما تجريان بالريح بالشراع، وقائد كل سفينة لا قدرة له في التحكم في الأخرى، الريح تسوقها وعندما ما عندهاش سيطرة عليها كل واحد فقد السيطرة، الريح تسوقهما حتى اصطدمتا، قالوا إذا حصل إتلاف الأرواح فهو هدر لأنه ليس من فعلهما. وهذا يقاس عليه
ما هو الآن في السيارات مثلا، إذا كانت السيارة صاحبها ليست له قدرة على السيطرة عليها، مثل سيارة اندفعت في سيارة وراءها دفعتها فصدمت سيارة أخرى وصدمت شخصا فقتلته، قالوا هذا القاتل في السيارة الوسطى هذه لا شيء عليه هدر، وإنما الجناية على المتسبب الأول صاحب السيارة الخلفية. وهكذا قالوا لو نفرت دابة، كتب اللي موجود في الكتب كله ينطبق على الأشياء المعاصرة الآن، لو نفرت دابة عليها راكب فمر أمامها خيال فنفرت وهربت وقفزت فوطئت شخصا نائما في الطريق فقتلته، قالوا لا شيء على الراكب لأنه لا قدرة له ولا سيطرة له على منعها، يعني من غير إرادة منه. ولذلك ورد في الحديث، حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، العجماء جرحها جبار، العجماء معناها الدابة وإلا شيء يعني ما لا ينطق، جرحها جبار يعني السيارة في حكمها إذا كان صاحبها ما عندهش عليه سيطرة، العجماء جرحها جبار والبئر جبار، لو واحد حفر بئر في ملكه وفي مكان مناسب ما هوش عرضة لأن يقع في أحد ثم وقع في أحد ولا أعمى ولا كذا لا شيء عليه هدر، لا شيء على الحافر، هذا معنى البئر جبار. والمعدن جبار، لو انهدم يعني منجم من المناجم يحفر فيه ثم انهدم على أسفله ومات فيه ناس أيضا جبار، والمعدن جبار. فعندما لا يكون مكلف يعني فاقد السيطرة على يعني ما يصحبه من بهيمة أو سيارة وكذا وتقتل آخر فهو غير مسؤول وغير مكلف. والدليل على أن المتسبب يعني يضمن الدية ويسمى قاتلا، وإذا كان عمدا يعني توفت فيه شروط العمدية يقتص منه، دليل على أن المتسبب كالمباشر، ربما يقول حد الآيات القصاص هي في العمد كما في الحديث العمد قود، والمباشر ربما لا يصدق على ذلك، لا حتى المباشر حكمه حكم المتسبب، المتسبب حكمه حكم المباشر، إلا أنهما إذا اجتمعا قدم المباشر على المتسبب، وإذا انفرد المتسبب فإنه أيضا يقتص منه أو تلزمه الدية على التفصيل. وإذا ويدل على ذلك حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية في خيبر شاة مصلية، هو من معه من الصحابة، ولما بدأوا يطعمون رفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال رفع يده وقال ارفعوا أيديكم فإن الشاة أخبرتني بأنها مسمومة، وقتل في ذلك الوقت من الصحابة البشير بن البراء بن المعرور، قتل بسبب أكل السم الذي وضعته اليهودية، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ما حملك على هذا؟ قالت إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كنت ملكا تخلصنا منك، فأمر بها فقتلت قصاصا، لأن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل بسبب فعلها. فالتسبب يترتب عليه ما يتسبب على المباشرة. وذكروا في هذا الباب أن من فعل فعلا لا حق له فيه فإن كان قصد به قتل شخص أو أشخاص معينين يقتص منه، زي ما فعلت هذه اليهودية قصدت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصدت أقواما لا بأعيانهم جماعة بأوصافهم
قالوا تلزمه، يلزم المتسبب، تلزمه الدية في ماله، هكذا يفصل علماء المالكية. وإذا وقع في ذلك شخص آخر لا هو من المقصودين لا بعينه ولا بجنسه، ذكروا في ذلك مثال، ولا واحد يعمل سلك يعني كهربائي، ولا يعمل مفخخ، وإلا حبالات ولا كذا، إذا قصد بها قتل شخص بعينه يقتص منه، وإذا قصد بها مجموعة معينة مش واحد بعينه عليه الدية في ماله. وإذا وقع في هذا السلك الكهربائي والحبالة شخص آخر غير المقصود لا بجنسه ولا بعينه فتلزمه الدية على العاقلة، وهكذا تفصيلات. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول هل لمخالفة المتضرر في وقوفه أحيانا أو في وقوفه في مكان الخطأ، أو يكون مخالف هو نفسه مخالف بمثلا سيارة مركونة في مكان غير مخصص لهذا للوقوف، أو يسير في غير طريق طرق السيارات، يقول وأصابه آخر قصدا أو بغير قصد، فهل يكون عليه أيضا تترتب عليه الضمان والدية؟ نعم، هذا نفس القاعدة إذا كان تنطبق عليه، مثل من حفر البئر. فإذا هذه السيارة شخص ركن سيارته أمام بيته أو في محطة مسموح بها بالوقوف للناس، فجاء حد واصطدم بها أعمى ولا سيارة أخرى وترتب على ذلك قتل، هذا لا شيء عليه، لأن العجماء جرحها جبار. لكن لو كان وضع هذه السيارة في الطريق السريع وقفها في وسط الطريق ولا في مكان ممنوع ومحظور، وجاء واحد ودخل فيها وترتب عليه قتل نفس، نفصله زي ما فصلنا في البير ولا في المفخخ ولا كذا. كان قصده بوضع السيارة في هذا المكان الممنوع أن يقتل شخصا بعينه يقتص منه، لأنه يعني قاتل متعمد ناوي القتل لشخص. وإذا كان لم تكن له نية في هذا فهو متسبب في قتل خطأ، تلزمه الدية على العاقلة. نعم. طيب شيخنا، فقط من استدراك حتى لا يقع سوء فهم في قضية المفخخ، هل يكون الآن من يقوم بها مثل هذه العمليات والإرهابية ويضع مفخخات يعني يصيب بها الناس، هل يكون في هذا تفصيل أيضا؟ لا، هو اللي يتكلموا عليه يعني مفخخ وضع بيمسك به طير وبيمسك به كذا، هذا هو اللي يتكلموا عليه. نعم. فهذا إذا كان وضع ليقتل به شخص نفس حكم البير يقتص منه. وإذا كان وضع ليمسك به طير ولا وضع هكذا إهمال وكان ينبغي عليه أن يزيله ووقع فيه شخص ومات، هذا يعد من قتل الخطأ. لكن الجماعة المجرمين الذين يضعون الآل المخففات لقتل وناس وكذا، فهذا لا يخلو الحال إذا قصدوا القتل لفئة معينة وناس معينين، زي حكم الشاة المسمومة التي اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من واضع السم فيها. نعم. وإذا وقع في إنسان آخر خطأ وهو غير مقصود فتلزمه الدية. نعم. نعم شيخنا، الآن لعل لغة الفقهاء تغلب، فكلمة مفخخ الآن نفهمها بالتفجيرات وليس بوضع فخ لينصبه الشخص للصيد. بارك الله فيكم. هاي تمام. نعم، هذا مطلوب يعني. نعم. صحيح، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. لغة العصر تغيرت. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نستثمرنا في أخذ بعض الاتصالات إذا كان في اتصال يمكن استقباله وحتى نكمل. نعم، حسام من المرج، تفضل يا حسام. نعم حسام، ما يا حسام؟ طيب في غيره، في اتصال آخر. محمد بن طرابلس، تفضل يا محمد. نعم محمد.
ايوه يا محمد، يسمعوا فيه ولا لا ادم؟ من مع عاصم من بني وليد؟ ابو عاصم بن وليد. ابو عاصم، تفضل يا ابو عاصم. نعم نعم. يا ابو عاصم تفضل. اي نعم تفضل، نستمع. اسمعني بالهاتف بارك الله فيك، اعطيني سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله شيخ عبد الله، حي الله مفتي الديار الليبية الدكتور صادق الغرياني، حفظه الله ورعاه. اللهم امين. عندي سؤال شيخ. نعم. شيخ تفضل. سؤال فقهي يعني. شخص عند انساك شديد، وطبعا ما يخرجش الا بدخول الماء من فتحة الشرج عزكم الله. هل يفطر في ناس صيام، هل يفطر ولا ما يفطرش؟ بس يتناول العلاج من، لا مش علاج، دخول الماء مش علاج، ودخول الماء في فتحة الشرج، دخول الماء بحيث يستطيع ان يستطيع الاخراج. طيب هذا تسأل على ان هو يفطر في رمضان ام لا؟ نعم نعم نعم. طيب ماشي. السؤال الثاني. طيب تفضل. السؤال الثاني. بالنسبه للشخص عنده عمله مضروبه يعني من العمله القديمه جدا، ويبي يبيعها مبلغه حدود 10 و15 ألف ليبيات. نعم. هل يبيعها بنفس السعر ولا بسعر ثاني نفس السعر؟ وكيف هي قديمة وكيف تنباع يعني؟ من كيف تشتغل؟ معاش تداول في السوق الليبية. لحظة، لا مش تزوير، يقصد عملة قديمة الآن غير مستعملة. غير مستعملة. نعم. حتى السوق معاش تداول. طيب كيف تباع يعني؟ هل لا في ناس يشتروا فيها، في ناس اللي يحتفظوا بالفراش. نحاس. نحاس هي نحاس. لا 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 لا، عشرات ليبية. ايه تمام. ويبي يبيعها. سؤالك الآن جواز البيع أم قيمتها؟ هي جواز البيع والسعر، هل متساوي ولا الفرق؟ طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله، شكرا على اتصالك. نعم إدريس من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا أخي. الله دكتور عبد الله. حياك الله شيخنا المفتي، بارك الله فيك. الله يسلمك ويبارك فيك، جزاك الله خير يا أخي كريم. ولا لست دكتور، بارك الله فيك. تفضل يا أخي، أعطيني سؤالك. سؤال لا يستعد يا سيدي، مش مشكلة، سامحنا. تفضل. منصفة يا حسن، هي مش مشكلة. لا مش مشكلة. آسف. تسلم. لا تسلم جدا، بارك الله فيك. سؤالك إدريس. سؤالي هو الناس مثلا، واحد سرق الخيوط العادي اللي يسرق الخيوط بتاعت الكهرباء مثلا، وضرب الضي على العمود نفسه ومات، هل هو نفسه آثم على نفسه يعني؟ هل هو مثل اللي شامق لنفسه؟ عفوا، بس هو يقوم بتصليح الكهرباء. لا 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 لا، اللي يسرق الكهرباء. السارق. السارق. السارق للخيوط في الكهرباء وضرب الضي فوق مثلا ومات هو. هل هو اثم يكون عليه هذه كالاثم الذي هو سامق لنفسه يعني، زي الاثم لنفسه؟ فهل الجرم اللي ارتكبه هو واضحه؟ نعم، حكمه تسال حكم المنتحر يعني. واضح. نعم واضح ان شاء الله. ايوه حكم المنتحر يعني. طيب شكرا اتصالك. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ، بارك الله فيك، احسنت. نعم جمال طرابلس، تفضل يا جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله، ونشكر الشيخ العزام الشيخ صادق على ربي يحفظه، الله ربي يحفظه إن شاء الله. الله يسلمك، بارك فيك يا أخي جمال، شكرا. سؤال يا شيخ يعني، سؤال عذاب القبر يعني، كإنسان اللي يموت يعني بيحط التلاجة يا شيخ، لكن ما دام حطت طبعا القبر يقعد اسبوع مره اسبوعين على اجراءات مرات التحقيق، يبني العصا، هل يحاسب عليه هو نفعة تحريكه ولا قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال تغفروا لاحدكم وصلوا الان لا نفعة وصلوا الان لقبر؟ سؤال، هل يعذب في هو في مثل حتى في الصحراء مثل هو في الصحراء كل الاسر ولا كل يعني وين جثته يعني تعذب ولا واضح يا اخ جمال، احيانا لا يوجد اصلا. شكرا بارك الله فيك. نعم
نعم ابراهيم من خمس، تفضل ابراهيم. بارك الله فيك يا اخي. نبغى نسال الشيخ، معلش نستمع اليك يا شيخنا. اخ ابراهيم تفضل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. اعطيني سؤالك. عندي انا ضنين حب على الغائب، يا حب 50 المشايخ على الغائب. على الغائب. على الغائب. ايه. وطالت فيه فتره شويه كانت. طيب. حبس لما جينا احنا تو ما عادش حصلناها طبعا، لان طول المده وجماعه ما عادش. كيف ما عادش حصلنا فتره من الشيخ. انا مش فاهم المساله لكن لعل الشيخ يستمع ليك. شو الغايب؟ من الغايب؟ شو ايوه حبس على الغايب، من هو الغايب يعني؟ شخص غايب ولا شو؟ ايه شخص غايب حبسوا عليه الارض لما غايب. ايوه الحين رجوع حالته على شخص معين، هو مش موجود. حبس على شخص معين هو مش موجود في البلاد، غايب. بالضبط، حبسوا المشايخ بتاع القبيله هكذا. بالضبط بالضبط سمعت الشيخ. والحين رجوع حالها محبسه، لما رجعنا نحن تو رجعنا احنا لنا فوق من 15 سنة يعني. لحظة بس، انت تقصد هما الحبس الارض هذه عليك انت ولا عيلتك؟ ايه انت الغايب يعني، انت الغايب. انا الغايب بالضبط بالضبط. طيب شنو سؤالك؟ ها؟ سؤالك؟ انا لما جيت تو معاش رجعوا لي الارض. ايه هذه مسألة نزاع يعني. ايه انا عندي حتى فتوى من الشيخ الله يرحمه محمد الزارق. طيب لعل الشيخ اذا كان راى التعليق، ولا ربما لو ترجع الى دار الافتاء لعل المساله فيها خصومه تحتاج الى فصل في النزاع. بارك الله فيك. نعم محمد صبراته. نعم تفضل يا محمد. نعم. طيب خالد من سبا، تفضل يا خالد. نعم. إذا لعلنا نقف على أخذ الاتصالات حتى ثم نعود بعد ذلك إذا أكملنا، أعطينا فرصة للشيخ. طيب شيخنا بارك الله فيك. شيخنا ورد أيضا الأخ بالعيد الجبالي يقول بأن يعني صلاة الاستسقاء، يقول حاولنا مع الناس الجميع، يقول دخلوا، يقول الجميع دخلوا في مرحلة قنوط، يقول لك الشعب يعمل الحرام ولا يمكن الاستجابة، الرجاء طلب صلاة الاستسقاء كل جمعة وإقناع الناس بالصلاة والاستغفار. نعم هذا يعني مطلوب، ولا بد من الناس أن تنتبه، لأنه لو كان الله عز وجل لم ينعم علينا بالنفط وهذه الأموال والخيرات ووجدوا أنفسهم مثل البلاد الأفريقية الموجودة في اللي هي تعيش في المجاعات في الصومال وفي غيرها، وأن الناس يموتون جوعا ولا يجدون الأقوات ولا تجد حيواناتهم الأقوات وكذا، نتذكروا. لكنهم غافلون. هذه سلبية نوع آخر من السلبية التي نعاني منها. إذا دعوا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وكف عن الظلم وإرجاع الحقوق وترك نهب الأموال وسلبها، سواء على المستوى الرسمي في المسؤولين أو على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الكتائب التي أنت الآن، مش الأموال الكثيرة والملايين، بل الناس المظلومين، عندها الناس المظلومون من سنوات كثيرة، 6 و7 سنوات أخذوا من غير وجه حق. ربما لما يسمع كلام يقول لا هذا الشيخ ما عنديش ويدهدوا ما فيهاش معنى، وعندنا عليهم ملفات يعني مليانة، واحد ملفات إرهاب، واحد ملفات تفجير، واحد ملفات سحر، واحد ملفات أغلبه كذب. نقولهم إن كنتم على حق فأحيل هؤلاء الناس على النيابة العامة تحقق في ذلك، وإلا فأنتم ظلمة، ما فيش ما عندناش حل آخر. هذا كلام موجهه لمن عندهم الناس معتقلون من سنوات طويلة ولم يحيلوهم إلى النيابة وإلى القضاء، متمسكين بهم في وضع مزري ومعاملة سيئة، ومعبين عليهم ملفات أكثرها زور وظلم. كان عندك عليه حاجة، هذا
يعني الميدان حوله الى القانون. ما تدليش انت محامي في داخل الكتيبه نتاعك ومدعي في الكتيبه نتاعك ومحقق في الكتيبه نتاعك، هذا لا يخالف امرك. هذا مثل المحاكم التي كان ينشي فيها القذافي تماما، يعني المحكمة اللي كان يشكل فيها خارج القضاء ويفصل فيها، هو القاضي لا يستطيع أن يخالف أمره، فيصادر الأموال من الناس ويظلم ويحكم بالقتل ويحكم كذا. هل نفعه هذا؟ هذا ظلم، هذا ظلم والله لا يجوز ولا يحق، والله ستندمون. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هذا مصير الظالم في القيامة وفي الآخرة، وهو حق لابد أن يواجهه. وأيضا في الدنيا يمنع عنا الخيرات. الظلم الموجود الآن في البلاد هو الذي حبس عنا قطر المطر، لا ينزل عليها المطر في وقت الشتاء وكأن في الصيف. لا شك أن هذا سبب الظلم، فالناس أن يرجعوا إلى الله ويردوا المظالم ويطلقوا المظلومين المسجونين ويحولهم إلى النيابات. حرام عليكم، اتقوا الله، اتقوا الله، خافوا الله. ولأن كما قلت البلد فيها نفط وفيها أموال وفيها كذا، يلعبون بالأموال ولا يحسون بالمأساة التي الله عز وجل من أهول الأمور عليه أن يأخذنا حتى بأموالنا ولا يعني تغنينا شيئا. فلابد نحن محتاجون دائما إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذلك من الأشياء المأمور بها والمطلوبة الآن هو رد المظالم، رد المظالم قبل كل شيء. ردنا الرحمة، نحن لا نستحق الرحمة، لأننا نظلم، نسرق الأموال وننهب ونقتل ونغيب الناس عن أهليهم وعن أولادهم وعن أمهاتهم ونحبسهم ظلما. هل هذا يعني نستحق معه الرحمة وإنزال الماء والمطر؟ لابد من الرجوع إلى الله والندم والتوبة، وأن يتخلص الناس من السلبية ويصلوا صلاة الاستسقاء لأنها سنة. صلاة الاستسقاء سنة، مش زي ما يقول القذافي ويستهزئ بها ويقول هذه ليس كلام، هذا ضلال وهذا كفر، والله كفر، إنكار ما ثبت في السنة معلوم من الدين بالضرورة. الناس تناقلته خالف عن سلف، تناقلوه إنكاره وجحوده، والله الاستهزاء به، الاستهزاء بأي شيء من أمور الشريعة يستحق الردة ويستوجب الردة. فعلى الناس أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويندموا ويردوا المظالم ويصلوا صلاة الاستسقاء على الله عز وجل يرحمنا. وعلى الحكومة دور كبير، الحكومة لا يجوز لها أن ترى السجون بالمظلومين دون محاكمات قانونية، والله هؤلاء في أعناقها. وزير العدل والوزراء ورئيس الحكومة كلهم مسؤولون، ما في واحد بينجى، ما في ما ينفع شيء. الآن ربما هو يحس بنفسه، كل مسؤول يحس بنفسه وفي عزة وفي نصرة وكتائب وأموال، ولكن هذا سرعان ما يذهب وتبقى الحسرات. أنتم مسؤولون عن المظلومين، هذا أمر طبيعي. لمصلحة من؟ بالله عليكم لمصلحة من أن نظلم الناس ونمنعهم من ذويهم ومن أهليهم ومن يعني أرحامه ومن قراباته ومن أحبتهم؟ لمصلحة من؟ لمن نفعل هذا؟ ما الذي نجنيه؟ ما الفائدة من ذلك إلا غضب الله سبحانه وتعالى؟ على كل مسؤول أن ينتبه إلى هذه المسألة ويرفع الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. وشيخنا لو تنوه فقط على وترشد الناس أيضا على برامج الإفتاء في راديو دار الإفتاء. أي نعم. ومن المسائل هذا يحتاج يعني توعية الناس وإشعارهم بحقائق الأمور، لأن السلبية هذه مرات تسيطر على القلوب وعلى العقول، ولا ينظر إلى المسألة إلا من زاوية واحدة من وجهة نظر الشخص. يقول لك أنا حال دباية والأمور كويسة وناخذ في 10,000 ولا في 20,000، منها ما هو مسروق ومنها ما هو مغصوب. يقول أنا عايش وأنا أسرتي تمام التمام ونسافر وكذا، ولا ينظر إلى يعني ما يجري في البلد وما هو ربما يصل إليه الناس في عامتهم من الضنك ومن الشدة.
هذا يحتاج إلى توعية وإلى تذكير وإلى تنبيه الناس من غفلتهم. وبهذه المناسبة أريد أن أنوه بالمسؤولين في دار الإفتاء الذين الآن انطلقت لديهم إذاعة مسموعة خاصة بالفتوى، يعني أنت في بيتك ولا في سيارتك مجرد أنك تفتح على التردد متاعها 90 فاصلة كذا تسمع المشايخ يفتونك في كل ما تريد. هذا أمر في غاية الأهمية. الناس كانوا والله يمشون المسافات الطويلة وتواجههم مشقة حتى يصلون إلى شخص عالم يثق فيه ويسألون عن أحكام دينهم. الآن هو مهيأ وميسر لك وتقدم لك دار الإفتاء يعني في قنواتها وفي مع دار الإفتاء. هذا برنامج مع دار الإفتاء طول الأسبوع، طول الأسبوع عندكم مشايخ من دار الإفتاء، مشايخ مسلات حفظهم الله وجزاهم الله خيرا يقومون بالواجب على أكمل وجه، يعني فقهاء وعلماء ويجيبون على أسئلة الناس. هناك مكتب لهم في مسلاتة تابع فرع من فروع دار الإفتاء ومن مجلس دار الإفتاء، مجلس الإفتاء في طرابلس هم فرع منه ويجيبون على أسئلة الناس بالنهار، وعندهم يعني برامج في القناة قناة التناصح وبرامج في الإذاعة مع دار الإفتاء يجيبون عن أسئلة الناس ويقدمون لهم الحلول الشرعية. فجزاهم الله خيرا وجزا الله كل القائمين والعاملين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترشيد الناس وتنبيههم من غفلاتهم. فإن والله في أشد الحاجة وفي أمس الحاجة إلى هذا التنبيه. الناس في غفلة، الناس في سبات، الناس في سلبية فيما يتعلق بأمور الدين مثل صلاة الاستسقاء وفي أمور الدنيا أيضا لا يعرفون الطريق الصحيح الذي يسلكونه، وذلك نحن نعاني ما نعاني وللأسف. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا. شيخنا أيضا الأخ أبو عاصم من بني وليد يسأل يقول أنه مريض عنده إمساك شديد ولا يمكنه قضاء حاجته إلا بإدخال الماء، فهل هذا يفطر في نهار رمضان إذا فعل ذلك في نهار رمضان؟ هذه الحقنة الشرجية يعني الإنسان قد يضطر إليها، ما عندهاش مسلك آخر بحيث أن يخرج ما في يعني جوفه. في أثناء الصيام أنصحه بأن يستعملها بالليل عند فسحة الليل، الإنسان يأكل ويشرب ويدخل الطعام ويستعمل هذه الحقنة، له أن يستعملها بالليل وهذا لا حرج عليه فيه لأن دعته إليه الضرورة. ولكن عملها بالنهار إذا كان مش مضطر إليه اضطرار شديد بالنهار وما يقدرش ينتظر إلى الليل، ففي فطره بهذا الاستعمال خلاف عند علماء المالكية، منهم من يقول إنها لا تفطر ومنهم من يقول إنها تفطر. وللخروج من هذا الخلاف عليه أن يستعملها بالليل، وإذا استعملها بالنهار فلا حرج عليه إذا دعته ضرورة. نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم، أيضا يسأل عن عملة قديمة، عملة ليبية، قال إنها من فئة العشرة جنيهات، يريد بيعها. الآن هي ليست لها قيمة، يعني صارت قديمة غير مستعملة. يعني أولا هل يجوز بيعها؟ وإذا جاز البيع فكيف يقيمها؟ هذا أخشى أن يكون سؤالا مفخخا أيضا، لأن نحن نعرف أن العملة الليبية الملغاة فيه أناس في مصرف ليبيا يسموهم كوشيك، يقول له جيب لي 100,000 نعطيك فيها يعني 40,000 و50,000 ونعدها ترجيع، لأن لما ألغيت العملة الأولى طلبوا من الناس ترجيع العملات القديمة بحيث أن يتخلصوا منها، فلما يتخلصوا منها في ذلك الوقت يعطوك بدلها من العملة الجديدة. في ناس فاتتهم هذه الفرصة ما جابوش العملة في الوقت لأن هناك وقت محدد، تأخروا قالت عندهم الآن
قعدوا زي ما يقول الناس يزهزوا بها، ما عادش عنده وين تمشي، ما عادش وين تمشي هذه. ففي ناس في مصارف يعني عندهم نوع من التحايل وأكل مال بالباطل، يقول أنت قداش عندك 100,000، يقول أنا أعطيك فيهم 10,000، فيأخذها باش يردها فقط، هو يأخذ 10,000 رشة وخلاص. إذا كان بهذه الصورة هذا حرام لا يجوز، وهذا في الغالب هو هذه العملة الليبية هذا كيف تباع، ما عندهاش. يعني العملة الليبية ليست عملة لها قيمة باش يأخذها إنسان شيء تذكاري ومضت عليها مئات السنين باش يمكن، هذا كلام غير وارد. لكن لو كان في مكان آخر عملة لها مئات السنين وانتهت والآن يبي يبيعها لأنها عرض من العروض معاش لها وما فيش وراها رشوة ولا تحايل ولا كذا، فيجوز يبيعها بأي قيمة، مش لازم التماثل فيها. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ دريس من طرابلس يسأل يقول الذي يسرق في أسلاك الكهرباء أحيانا بعضهم يصاب بصاقة كهربائية و يموت، هل هذا فعله هذا يعتبر حكمه حكم المنتحر؟ لا ما يعتبرش، لأن احنا ذكرنا القاعدة في قتل العمد أن يقصد الإنسان القتل لشخص معين إما لنفسه أو لغيره، لابد أن يكون متوفر شرط العداوة وعدو، ما يكونش عدو لنفسه، العدوان نعم، يكون غاضب على نفسه وكذا، ولابد أو يكون متعمد ويكون قاصد لأن يقتل قاصد للفعل، هذا هو شرط العمد العدوان، وهذا ما يسمى الإنسان منتحر. فإذا كان يفعل في هذا منتحر زي يأخذ سكين ويقطع الوريد ولا يجي لي سلك كهرباء ويمسك متعمد ليموت، هذا يسمى منتحر. لكن هذا شخص ولا ليست عنده هذه النية وإنما هو سارق، هذا عليه غضب الله من السرقة، هذا يسمى سارق، ويعني يستحق العقوبة ويستحق يعني اللوم والتأنيب وكذا، فهو متعد. لكن إذا مات هو لم يقصد قتل نفسه فلا يسمى منتحيا ولا قاتل لنفسه. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ جمال من طرابلس يسأل يعني سؤال القبر لمن لا يكون له قبر، ضرب مثال بعض الناس بعض الجثامين تبقى في الثلاجات وأحيانا سنوات طويلة، وهناك أمثلة كثيرة في عدم وجود القبر للميت. هذا تكلم العلماء، كل واحد يسأل سؤال القبر، سؤال من وجد له قبر ودفن فيه وإلا تطاير في الريح ولا ألقي في البحر وكذا، لأن التي تعذب وتنعم هي الروح، فيسأل سؤال قبر بالوضع الذي هو عليه، وليس بالضرورة أن نراه نرى هيئته، لأن هذا عالم غيب وليس عالم شهادة، لكن قطعا أنه سيعذب وتعذب روحه عذاب القبر ويسأل كما يسأل غيره. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ عبد الحكيم من زليطن سأل في الحلقة الماضية عن قيام الليل بعد صلاة العشاء، متى يعتبر قيام الليل؟ إذا صلى مباشرة بعد صلاة العشاء ركعتين فهل هذا يعد من قيام الليل؟ كل صلاة بعد صلاة العشاء هي من قيام الليل، يعني هذا وقته، يبدأ وقت القيام الليل من بعد صلاة العشاء. لكن كما قال عمر رضي الله عنه والتي تنامون عنها خير من التي تقومون، الناس أحيانا يصلون أول الليل وينامون آخره، قال لهم لا، راه التي تنامون عنها في آخر الليل وما تصلوش فيها خير من اللي تصلوا في أول الليل. لكن مع ذلك هو قيام، والقيام يعني هو سواء كان بركعتين ولا بأربع ولا بستة ولا بكذا حسب قدرة الإنسان، لكن أجرك على قدر نصبك، نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما رأت تحرم بالعمرة من التنعيم، فأنت إذا صليت ركعتين في 5 دقائق لك أجر مقدار ركعتين، وإذا صليت بمقدار ساعة لك بقدر الساعة، وإذا صليت في آخر الليل أجرك أعظم، لذلك الوقت ثلث الليل الأخير هو الذي ينزل رب العزة فيه إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، والباري عز وجل ينتظرك أن تتوب إليه وأن ترجع وأن تدعوه في ذلك الوقت.
وذلك لا شك أنه أفضل الأوقات، وهذا أفضل قيام وهو قيام نبي الله داود، قيام نبي الله داود عليه السلام. يعني ينام أول الليل ويقوم سدسه وينام آخره، ويقوم ثلثه وينام آخره. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقائنا آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.